لكن التأثير الحراري ده حاصل، ودرجة الحرارة في الأرض زادت. السودان عنده الكادر البشري، السودان عنده كادر بشري مميز جدا. احنا اكتشفنا انه CO2 اللي هو في مجال صناعة الغاز دي بتطلع بكميات كبيرة جدا. للأسف البيئة بتاعتنا ما هي اللي بتساعد في انه الشخص يطلع أفضل ما عنده. كلنا نتائج للعملية بتاعت التعليم في السودان. الحين اكتشفنا كاتاليست محفزات، شغلنا كان في تطوير تكنولوجيا، ودي احنا بنسميها تريد سيكري، تحويل الغازات اللي هو كانت غازات فيري كيب في الصناعة، وكانوا في كوف الهواء. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى، اوه يا امنياتي وهواي بختارك انت وكفاي، مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا، بلدي وبحبك شديد، بلدي وبحبك أنا. لما تحولت من المجال الصناعي للمجال الأكاديمي، المجال الأكاديمي كنت أسيستنت بروفيسور لما جيت، وبعد ذاك ترقيت في جامعة تكساس A&M لأن وصلت لمرحلة البروفيسور، والحمد لله وفقت أيضا في زمن بسيط يعني relatively هو بسموه fast track بالنسبة للزملائي، لكن يعني النجاح يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان نتيجة للأكيوميليتد للخبرات المتراكمة من بعد الماجستير وشغلي في أمريكا وشغلي في الاندستري. فشغلي ما بين الصناعة والأكاديمية ساهم مساهمة كبيرة جدا في أنه نقلتي يعني في الشغل بتاع اللي نسميه الأبلايد ريسيرش، الريسيرش العملي يكون داعم لي في العملية بتاعت الترقية بتاعتي، لحد ما أصبحت بروفيسور في الجامعة وأصبحت مدير المركز المسؤول في جامعة تكساس A&M كلها في الأمريكا، وفي قطر المسؤول عن العملية بتاعت الغاز and fuel research center بنسميه للغاز والوقود. وزي ما قلت لك هو المركز ده فيه مجموعة من بروفيسورز بتخصصات مختلفة، وقدرنا نقود العملية بتاعت تطوير الصناعة فيها، وكنت أصبحت أيضا رئيس للقسم بتاع البترول، وكان ده لفترة محددة. بعد ذاك حولت أنه أركز في العملية بتاعت البحوث في تطوير تكنولوجيا جديدة ممكن تعمل نقلة كبيرة جدا للعالم، اللي هو في مجال الـ CO2، في مجال ثاني أكسيد الكربون اللي هو معظم الصناعات دي بتطلعه، وهو بيجي عنده تأثير ضار جدا بالبيئة. فنحن اكتشفنا تكنولوجيا واحدة من براءة الاختراع بتاعتنا اللي هو وصلت حسي لأولموست يعني أربعة في هذا المجال، في أنه كيف نعيد استخدامه في مجال صناعة الغاز ممكن تعمل تحول كبير. فقلت أركز في المجال دي، فالمجال الإداري دائما في الإشراف في الجامعة يتطلب وقت أكبر، لكن أنا دائما باشونت أو يعني حبي دائما للمجال البحثي والشغل مع الطلبة بتاعني والباحثين بتاعني، والجروب بتاعي كبير يعني فيه كذا وعشرين هنا موجودين غير الناس اللي في أمريكا، ويتطلب انك تشتغل معاهم، وهم يعني شباب يعني زي متفتحين جدا وبيعملوا نقلات كبيره، فالشغل يتطلب اشراف مباشر عليهم انك تكون جزء من المنظومه بتاعتهم. وانا دربتهم بانه يعني دائما يتعاملوا بجروب ثينكينج، ودائما يكونوا يعني يفكروا في الحاجات اللي هو نون كونفنشنال من حاجات الناس متعودين عليها. طبعا انا يعني من حيث الاختراعات عندي اختراعات، يعني احنا بدينا من القصه زي ما قلت لك في جامعه الملك سعود في الرياض، احنا اكتشفنا كاتاليست محفزات بتعمل يعني بيرفورمانس افضل بكثير جدا في مجال تحويل الغازات اللي هو كانت غازات فيري كيب في الصناعه، وكانوا في كوف الهواء فليرينج. فاكتشفنا تكنولوجيا بتحول الغازات دي لبريكيرسرز بنسميها مواد وسيطه بتعمل اضافه كبيره جدا لمجالات الصناعه، وبدات براعه اختراعاتي من الفتره دي اللي هو اكتشفنا عده كاتاليست الان هي ملك لسابق. بعد ذاك لما جيت ايضا في بي اس اف شغلنا كان في تطوير تكنولوجيا
ودي احنا بنسميها تريد سيكريت، حتى ما براءه اختراع ما بنقدر ننشرها، لانه المنافسين الشركات المنافسين بتاعتنا لو عرفتها بتقوم بتضعف المنافسه عندنا في السوق. في انه كيف انت تطور تكنولوجيا بتاعت مفاعلات تساهم معاك في عمليه انك تحدد منو الكاتاليست الافضل، المحفز الافضل. فكان عندي عدد من التريد سيكريت والتصميمات، الى انا زرت شركتي قريب، مشيت لهم زياره في نيوجيرسي، عزموني انه اقدم يعني توك هناك، فوروني الحاجات اللي انا عملتها الى الان شغاله، والناس اللي انا جبتهم بعدي ودربتهم وكذا الى الان شغالين فيها. بعد ذاك لما جينا في المرحله بتاعت البحوث في قطر، طورنا تصميمات اختراعات جديده في مجال الرياكترز، في مجال الكاتاليست، في مجال اللي هم البروسيسز، لكن الاخيره دي مهمه جدا، اسمها كارجين تكنولوجي. الكارجين تكنولوجي دي بتشيل السي او 2 اللي هو غاز الناس كلها، يعني هو موجود اصلا في الطبيعه، موجود في النيتشر، لكن الحضارات السيفيلايزيشن مما بدينا في العمليه بتاعت استخدام الفوسل فيول زادت بكميه كبيره جدا، وبدا فيها التاثير الحراري بتاع اللي هو ما كثير يعني من الناس خصوصا في امريكا بيقوموا بعينوا له بنظرات مختلفه، لكن التاثير الحراري ده حاصل، ودرجه الحراره في الارض زادت وقربت تصل ل 2 ديجري سلسيوس. تاثير شنو؟ الفيضانات الحاصله، الحاجات الطبيعيه الحاصله الان، التغيرات المناخيه الحاصله من محله لمحله. فنحن اكتشفنا انه السي او 2 اللي هو في مجال صناعه الغاز دي بتطلع بكميات كبيره جدا، انه نحن ممكن تكابشر نشيلها ونقوم نحولها لسوليد. السوليد ده اللي هو ماده صلبه بنسميها كاربون نانو تيوب. النانو تيوب دي تحت الكاربون دي ممكن تخش في صناعات كثيره جدا، فده بيسمى الفول سيكويستريشن للسي او 2، انه السي او 2 ثاني ما حترجع ثاني كغاز بيضر، بقى مصدر بتاع سوليد، والسوليد ده يستخدم في صناعه الطيارات، في السيارات، في البطاريات، في اللاساتك، في الاساسات، حيغير معظم الصناعه. ودي التكنولوجيا اللي احنا قدرنا نعملها ان شاء الله، هسه سكيلينج ات اب، يعني طورناها في مجالات مختلفه وفي شركات عالميه دارت تخش معانا شريك فيها، وده واحده من الاختراعات الكبيره جدا. وبعد ذاك حولها في اختراعات ثانيه دخلت في النص، ومجهود كبير جدا من التيم بتاعي، يعني فشي شباب بتاعني مميزين جدا وعندهم عقليات مميزه، لكن كتيم ليدر انا هيأت اليوم المناخ وساعدتهم في انه يطلع الافضل ما عندهم، وان شاء الله يعني التكنولوجيا دي تستفيد منها قطر ويستفيد منها امريكا والعالم والسودان في القريب العاجل باذن الله تعالى. الجوائز طبعا كثيرة، يعني الحمد لله ربنا موفقني فيها من يعني من الفترة بتاعت الجامعة، زي ما قلت لك اتخرجت من مرتبة الشرف الأولى وكنت أفضل طالب في قسم الهندسة الكيميائية ومن طلاب الهندسة، وأيضا مشروع التخرج بتاعي كان من أفضل المشاريع التخرج، وأيضا الجائزة بتاعت كان الشباب في السودان في الجراديويتس من كل الجامعات السودانية في ذلك الزمن. بعد ذاك جوائزي كانت في ماليزيا، أيضا تفوق في القصة بتاعت الماجستير في أمريكا، الفيلوشيب بتاعتي. بعد ذلك جيت في الصناعة حتى في BASF الشركة الكيميائية دي، يعني أدونا جائزة في واحدة من الإنجازات الكبيرة في مجال الانفيرومنتال كاتاليسيس، وأدونا جائزة ومعاه شيك محترم جدا طبعا في أمريكا، دي حاجة قيمة جدا. بعد ذلك لما جيت في الأكاديمية، يعني الحمد لله ربنا وفقني في عدة جوائز في جامعة تكساس A&M من حيث التدريس، التميز في التدريس في الجامعة، في القيادة ليدرشيب أورد بالجامعة، إنه الشخص اللي بيعمل إنيشيتيف وليدرشيب أورد، الفاكولتي اكسلنس اوورد اللي هو الاستاذ الجامعي اللي بيكون مميز في كل المجالات في مجال البحوث والثيرفيز والكذا، ويعني ايضا جائزه مؤسسه قطر للعلوم والتنميه لافضل فريق بتاع بحث في مجال البيئه والطاقه في 2012، ايضا جوائز كثيره من الامريكان انستيتيوت اوف كيميكال انجينير، جمعيه المهندسين الكيميائيين الامريكيين، وجوائز من الشركات ايضا اللي تعاوننا معها في مجالات محدده زي شل وزي اوركس جي تي ال، ريكونايزنج يعني الاحتراف بالتطوير بتاع التكنولوجيا اللي عملناه، ويعني دي بعض الجوائز اللي عندها صله بالمجال المباشر بتاع العمل والكارير بتاعي، لكن الحمد لله يعني هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين انه الطريقه بتاعتي انك انت كيف تشتغل في تيم وكيف انك تستفيد من الامكانيات الموجوده عندك وكل الاوبرتيونيتيز الفرص اللي بتتاح لك في انك انت تطلع الافضل منها، فهي دي واحده من الحاجات الشخص بيشعر انه هو مكان موفق فيها الحمد لله رب العالمين.
هذا الأمل ما يكون أنا عيني رايداك ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية البلد المخ منك اثنين والناس كلها مساوية لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بك وأنا شايفك من أجمل زاوية